تقر وتعترف ان اصعب لحظة في حياة جمال العدل هي موت سامي العدل؟ اكيد اكيد، مع ان يعني الوالد مات الله يرحمه، وكان يعني رجل جميل عزيز رائع، ما يعني ما فيش بعد كده، انما موت سامي هزني هزة فوق الوصف، رغم انه كان عيان فترة مثلا 20 يوم قبليها. اقول لك حاجة غريبة جدا مع الاقرار والاعتراف ده، ان انا دخلت البلاتو في حارة اليهود، فلقيت الناس كلها متضايقة جدا ومتوترة، مالكوا يا جماعة؟ قالوا استاذ سامي بيقولوا انه هيموت. دخلت على سامي، قلت له سامي انت بتهرج؟ كان عنده سكر وبياكل ايس كريم وحاجات كده. قلت له سامي ده ما انت ضروري تموت يا سامي وانت ايه؟ المهم يعني اسره ما كملش شهر على فكرة بعد الموضوع ده ومات. حبيبي الله يرحمه. يعني مات في رمضان وانا بنصور في رمضان. الله يرحمه يا رب. اللهم امين يا رب.